بحضور نائب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز فؤاد الفقيه، دشنت الدورة التدريبية لحقوق الإنسان وآليات المناصرة والدعوة لحقوق المرأة التي يقيمها المركز المدني لدعم والمناصرة وبتمويل من منظمة أجيال بلاقات، والتي تهدف إلى بناء قدرات الإعلاميين في مديرية صالة من أجل تبني قضايا المرأة ضمن أعمالهم الإعلامية لضمان مشاركة فاعلة للمرأة وتسليط الضوء على القرار الأممي 1325. اليوم ندشن الدورة التدريبية الخاصة بالإعلاميات بمحافظة تعز والتي نتأقها مديرية صالة. يأتي هذه الورشة أو هذا المشروع بناء على احتياجات المديرية بما تعرضت له من اضطهادات خلال فترة سنوات الحرب. كانت هي أكثر المديرية التي تعرضت للدمار وانتهاك للحقوق والقوانين الدولية، فكان لابد من بناء قدرات الإعلاميات بحيث أنه يتم إيصال رسالة جميع المواطنين الذين تعرضوا للانتهاك والدمار والخراب خلال فترة الحرب ومناصرة قضايا المرأة وقضايا الطفل. فنحن في واقع حرب ومستمرة بشكل مستمر، فلا بد من أن نزرع بصمات جديدة وأن نرفع بكل قضايا التي تعرض لها المواطنين بداخل محافظة تعز لكل المنظمات الدولية والإقليمية. وتتمحور الدورة على مدى 3 أيام حول مقدمة حول حقوق الإنسان ومفاهيمه ونشأته ومراحله وخصائصه وأنواعه والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة ضمن المواثيق والاتفاقات الدولية وأهم القرارات الدولية الصادرة لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء ونماذج عملية للحركات النسوية. في محافظة تعز هناك العديد من البرامج والعمل الإنساني في العديد من المنظمات في المجتمع من أجل مناصرة قضايا المرأة. نحن من خلال الأسسمنت أو التقييم الذي عملناه في مديرية صالة اتضح لنا انه في هناك شوية قصور من خلال عدم تسليط الضوء بشكل كبير في قضايا المرأة وتناول الإعلاميين لهذا المجال. من هذا المنطلق تبنينا فكرة المشروع وحاولنا انه نبحث عن تمويل وحصلنا على تمويل من منظمة أجيال بلاقات بحيث أنه نعمل على تأهيل وتدريب قدرات الإعلاميين في مديرية صالة من أجل مناصرة قضايا المرأة داخل مديرية صالة، وكذلك من أجل تسليط الضوء بشكل كبير على القضايا التي تمر بها المرأة في مديرية صالة. كما نحاول أنه نوصل صوت المرأة في مديرية صالة إلى صناع القرار في المحافظة أو في السلطة المحلية من أجل تعزيز دور المرأة ومشاركة المرأة في المجتمع بشكل فعال. المرأة بحاجة أن تكون قادرة على العمل والعطاء وخصوصا في المجال الصحفي، واليوم دورة تدريبية تتحدث عن القرار الأممي 1325 وتسليط الضوء على قضايا مديريات صالة.